السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا جايب لكم قنبلة من قنابل الجي شوك، وهي جي اي 1000، اسمها ما يسمى بيطلق عليها جرافيتي ماستر، حاجة كده وهم الوهم، كبيرة ما شاء الله، حلوة، ساعة تحفة فنية، اللومينور بتاعها او اللي هو الاضاءة بتاعت العقارب دي تحفة، ومزودة كمان بسنسور هنا، مزودة اللي هي بحاجة اسمها توين سنسور، اهي بتبقى مكتوبة توين سنسور ونيون الومينيتور. الومينيتور ده اللي هو الاضاءة النيون. انا عايز اوريها لكم ان شاء الله لما اروح البيت، ان شاء الله احاول اصورها. السلام عليكم يا جماعة، انا دلوقتي روحت البيت، انتوا طبعا مش شايفين اي حاجة خالص غير الانوار دي، انوار بسيطة خالص خالص خالص. طيب انا يعني تعمدت ان انا اصور طبعا في الفيديو في الضلمة عشان تشوفوا اضاءة النيون بتاعتها بتفرق قد ايه عن اضاءة ال LED بتاعت الجي شوك العادي. بصوا اضاءة النيون عاملة ازاي، بصوا الاضاءة بتبقى تحت بتنور كل حاجة، حتى عقرب الثواني بينور، خدتوا بالكم؟ وكمان بتدي اضاءة، دي زي اضاءة بنفسجية بتديها للعقرب، فلما بتديها قصدي للانوار اللي في العقرب، فلما بتدي الانوار دي بتدي قصدي الاضاءه البنفسجيه دي للعقرب بيبتدي ينور اكتر. بصوا حتى العقرب الثواني، بصوا بيمشي ازاي، بينور ازاي، ودي اضاءه بنفسجيه اساسا نيون، جميله جدا جدا جدا. وده بكومباس اللي هي البوصله، او ما بتضغط هنا تبتدي تشتغل البوصله، ده كده ايست، كده نورث ايست يعني شمال شرق، نعوجها كده كمان، كده جنوب، وهكذا بيتكتب على الشاشة من فوق اهي، كده ايست لو انت عايز تروح الشمال وكده، ونرجع تاني لو عايزين نخرج ونخرج من هنا. الساعة دي انا معايا منها الفيرجن الاسود بتاعها، اللي هو اللون الاسود بتاعها، بستراب اللي هو ستلس، ده ستراب جلد، انا ستراب قصدي رابر، انا بحب الاستراب الستلس. ساعة تحفة بمعنى تحفة، الإضاءة بتاعتها يعني بص هو مش باين أوي الإضاءة، اللومينور بتاعها كويس أوي، النور بتاعها ده كويس أوي أوي على فكرة في الليل. الإضاءة بتاعتها عشان مش واضحة هنا، ممكن عشان عشان بس النور فعلا مش دي كمان تحت هنا بيكتب إن درجة الحرارة 34 سيليزيوس، حتى التمب يعني باختصار كلمة تمبريتشر، ودي 34. هي دي اعتقد الحاجات الزيادة عن اي ساعة جي شوك عادية، اللي هو تمبريتشر توين سنسور اللي هي بيقيس درجة حرارة، وكمان في بوصلة درجة حرارة وبوصلة فيها، طبعا اللي هو تايمر فيها، ده التايمر وفي ستوب ووتش، ده التايمر اللي قبليه كان ستوب ووتش، وفي الارم، والتايم العادي بتاعنا. ساعة حلوة جدا يا جماعة، انا بقول لكم معايا الصودا بتاعتها منها تحفة، ساعة تحفة. دي الساعة وهي في ايدي، ساعة كبيرة ما شاء الله، حلوة، ساعة حلوة كبيرة اهي، كمان في الايد اهي، ساعة تحفة. الساعة دي كمان، الساعة دي كمان يا جماعة، الساعة دي يا جماعة دايفر كمان، بتغطس 200 متر يا جماعة. لو انت اول واحد، لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده، اتمنى تعمل اشتراك عشان تتابعنا وتنضم معانا لاكبر قناة في عالم الساعات في مصر والوطن العربي باذن الله، ان احنا كمان يبقى في استفسار عن الساعات، واللي احنا يعني ايه نكبر الهواية دي، الهواية دي حلوة، هواية الساعات. الساعة هي جميلة جميلة جدا يا جماعة، وكمان دايفر تقدر تغطس بيها 200 متر، طبعا مش 200 متر طبعا، يعني احنا بكبرنا قوي بقى 3 4 متر تحت الارض، تحت المية قصدي، الرقم ما بقاش ضخم قوي كده، بس هي يعني هي على استعداد ان هي تنزل 200 متر، يعني في التيست بتاعها على استعداد ان هي تنزل 200 متر. ساعة تحفة. ويا جماعة ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة يا جماعة. انا معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.